دخلنا المكان الايفنت. تتا يويو يويو مركز في دقن بابا. بصوا الناس قد ايه، كل دول بيحبوا الكوره يا جماعه. وطبعا مشوهم من قدام البتاع. انت شفت تيك توك صح؟ ايه ده ايه؟ ايوه صاحبتي كاليا. ايوه انا داليا. عايزه منى تحل. اصغر واحده بتحب الكوري. لا استني، في واحد هنا اصغر منه. عيش مع نفسك. ايه رايك في الاكل بتاعي؟ تحفه الجبشي. جربتي ايه؟ وايه؟ لا انا جربت من عندي حاجات كتير، الجبشي والكيمباب والماندو والتوبوكي والجاجان، كل حاجه تقريبا. ايه كل ده ما شاء الله. طبعا دي فن للكيمتشي حرفيا. يعني ده الميكسر بتاعك بيبقى واضح فيه جدا. بالظبط كده. جربتي ايه؟ انا الاسماء مش مظبوطه معايا شويه. مش مشكله عادي. جربت اغلب الحاجه منها. احنا كنا لازم كنا جايبين الكورن دوك والكيمتشي والمندو. كانت حاجه كانت المندو بجد حقيقي فظيعه بجد. وطبعا الجبل سي عندها برده كانت فظيعه بحته. كيوت الكورن دوك للصندوق. مش سايبينه للاخر عشان هنموت. عايزه اسالك الشمس. لا الشمس جميله هنا دلوقتي. تعرفتي على الكوري ازاي؟ تعرفت اواخر 2019 طبعا عن طريق بس كده. وبدات بقى اتعلم اللغه، بدات طبعا اتعلم على اليوتيوب. ده كده برافو عليك. حاجه وبعدين مؤخرا بدات عرفت المعهد مركز الثقافي. مركز الثقافي طبعا قدمت كتير قوي الحمد لله فشلت كذا مره. نفس الكلام. انت خمس مرة ضربت حضرتك. دي رابعة تقريبا. بالظبط كده. بس ماشيين بقى في سكة مع نفسي الصراحة. جربت قبل كده اخد سوسونيم كوري بس لسه. اسمك ايه؟ ايه عرفينا بنفسك. انا جان. جان ايه بقى؟ يلا ايه. تعرفت على الكوري امتى انتوا التلاتة؟ بس؟ يا انا ده من 2008. انا من زمان. من زمان مش كده بالظبط. لا زمان انا بشوفك قبل ما تتجوزي اصلا. وانا